انا دكتور ياسمين صبحي. I am Dr. May Naghib. Bonjour, انا دكتور سمية مغراوي من المغرب. انا اسمي دكتور سليم عبد السميع من دولة فلسطين. انا الدكتورة عفراء علي العزي اخصائية امراض جلدية وتجميل في اليمن. دكتور زكريا غنام من اليمن. معاكم دكتورة مها ماهر اخصائية الجلدية والتجميل. انا من مصر بشتغل في السعودية. هلو معاكم دكتور اماني اشرف اخصائي جلديه وتجميل وليزر من مصر. طبعا اول حاجه احب اشكر الامريكان اسوشيشن يعني فور ذس فيري نايس ايفنت، يعني هي اضافت لنا اضافه كبيره قوي بصراحه في الايفنت ده. اول مره غادي نجي لمصر واول مره غادي ندير فورماسيون لاسوسيشن امريكان. حضرنا اليوم مؤتمر The Art of Filler Injections. شرفت جدا النهارده ان انا موجوده في الكونفرنس بتاع The Art of Filler Injection. صراحة المؤتمر جدا رائع، المواضيع حلوة. يعني انا يمكن بشتغل بوتوكس فيلر بقالي يمكن مش اقل من 12-13 سنة، لكن بصراحة النهاردة استفدنا بشكل جميل قوي. سبيكرز رائعين جدا بصراحة كلهم، انا مش قادر افرقهم عن بعضهم. It's our pleasure to meet the doctors which they are speakers today. Alors ce qui m'a intéressé في l'association américaine c'est que c'est très bon, c'est en anglais premièrement, c'est facile pour tout le monde. Beyond amazing, great doctors, great lectures. كان جميل جدا جدا، الواحد استفاد قوي من كل المحاضرات. طبعا دكتوره طاهرة لا غبار عليها، يعني ما شاء الله عليها. استفدت جدا من المحاضرات، محاضرات لطيفه جدا جدا، مفيده جدا for the beginners بالنسبه لي، وكان فيها جزء advanced طبعا يعني. والحمد لله المحاضرات كانت روعه جدا، واستفدنا كثير من المحاضرات، وكان المحتوى العلمي كويس. الوقت مناسب جدا. Scientific content كان فوق الرائع بصراحة. الـ PowerPoints كانت مفيدة جدا جدا. الـ Live Cases أنا متحمسة جدا أن أشوفها، والـ Cases اللي اتعرضت كانت كويسة جدا في الفيديوز. اتعلمت أن أنا إزاي أصلا يعني إزاي أن أنا أبتدي بفكرة أن أنا أبقى أخذ step ناحية الفيلر إنجكشن أصلاً كبيجينر. بيرفكت بيرفكت بيرفكت، وكل سبيكرز ما شاء الله عليهم. النهاردة اليوم كان مثمر جداً، وكنت مبسوطة النهاردة مع American Association. دكتور مرسوم كان رائع جداً بصراحة. الدكتورة طهرة سوبر، محاضراتها جميلة جداً ومفيدة. الدكتور برضو مرسوم بتك على حاجات جميلة جداً بصراحة، فبصراحة كلهم رائعين. دكتور أحمد شريف، دكتور أحمد أبو ليلى، يعني كلهم سوبر. كل about the arts of filler injection، كل التنظيم والمتحدثين والمعلومات ممتازة جدا، كل الجوانب متغطية بشكل عام ودقيق جدا جدا. It's a pleasure النهاردة ان انا حضرت مع الامريكان اسوشيشن. It's a professional day. انبسطت جدا جدا مع دكتورة طهرة الهيطة. اليوم حقيقة مثمر واستفدنا منه كتير. اجمالا بصراحة رائع، هو يوم رائع. نشكركم مرة تانية على الايفنت الجميل ده، ونطالبكم انكم يعني تكثروا من هذه الايفنتس بشكل مستمر ان شاء الله، واحنا نكون دايما ان شاء الله معاكم على طول. Everything is beyond amazing. Highly recommended. Thank you so much. Thank you very much. Thank you for organizing this respectful conference in Egypt. حاجة مشرفة جدا للدكاترة سواء برا مصر وجوه مصر. Thank you. إن شاء الله بإذن الله أرجع البلاد وبستفيد أكثر من اللي أخذته وأطور نفسي. بنصح كل جراح أو يعني متخصص بالأمور التجميلية كطبيب أن يحضر هذا النوع من الإيفنتس، جدا مليئة بالتفاصيل، كومبريهنسيف باللغة الإنجليزية، وممتازة يعني إكسلنت بالنسبة لمستوى المعلومات. كل البنات كوأبراتيف، كل التيم كله كوأبراتيف بجد. ميرسي جدا جدا، وإن شاء الله مش تبقى آخر مرة أشترك معاكم فيها في أي حاجة.